بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن في هذه الحلقة 54 بعد 105. نتناول آيات من سورة الواقعة. يقول تعالى وهو يصف لنا أصناف الناس يوم القيامة، إن في ناس اسمهم السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون، وفي ناس اسمهم أصحاب اليمين وأصحاب اليمين أصحاب اليمين، وفي ناس والعياذ بالله اسمهم أصحاب الشمال اللي هم أصحاب المشأمة، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. يصف الله لنا سورة العذاب لأصحاب الشمال فيقول إن عندهم سموم وحميم وحمم ونار، ومع ذلك ما بتحرقوش. ليه ما بتحرقوش؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ليه السموم وليه الحميم؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا متنعمين أوي. وقلنا إن المؤمن لا يحرص على التنعم ولا يحرص على الملذات، وهقضي الصيف فين وهقضي الشتاء فين، وايه لبس الشتاء الجديد وايه لبس الصيف، ابدا المؤمن مش ولو كان اغنى الناس. صحيح ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده بس بلا اسراف. يعني ايه بلا اسراف؟ المؤمن اقل الناس طعاما، المؤمن يعني مش عايز اقول اقل الناس معصيه، المؤمن لا يبحث عن المتع والانحرافات يعني اضرب لك مثل صغير. لو قلنا انه الناس بتحتفل بيوم ميلادها، انا لما اختم سنه من عمري وابدا سنه جديده، يبقى اليوم ده ممكن اصوم لله زي ما كان النبي محمد يصومه. يسأل عن يوم الاثنين لماذا تصوم الاثنين؟ قال يوم ولدت فيه. يبقى انا ممكن اصوم اليوم اللي انا اتولدت فيه وادعي ربنا ان يبارك لي في العمر اللي جاي صيام، ممكن قران، ممكن ذكر، ممكن ادعي ربنا يا ربي انا ما احسنتش في السنه اللي فاتت من عمري، يا رب السنه الجايه احسن العمل لكي ترضى. كل ده ممكن. لكن انا بقى هجيب حفله عيد ميلاد ورقص وشمع ومش عارف ايه وطراطير واقعد بقى عيد ميلاد، ميلاد ايه؟ ميلاد ايه؟ انت مش عارف انت رايح فين، ممكن نحتفل بعيد ميلاد النهارده وتموت بكره، في ايه؟ فده بيحصل مع بعض الناس حتى مش في عيد الميلاد، حتى في استقبال سنه جديده، سنه ميلاديه او سنه هجريه، عمالين نسهر ونسكر ونعصي ربنا من بالليل للفجر. ايه سنه ايه اللي بستقبلها بمعصيه دي؟ ده انا ناوي افجر بقى، ده انا ناوي اضيع نفسي واضيع الدنيا معايا. يعني شفت بقى؟ عشان كده المترفين دول رايحين جهنم. انت عملت كل اللي انت عايزه وخدت كل اللي انت عايزه، ما بقاش لك عندنا حاجه، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكسبون. انت ضيعت كل ثوابك، كل حسناتك ضاعت، ما انت اتمتعت بيها ليه؟ مش تخلي ليك عندنا حاجه. المسلم يشتغل كتير يشتغل كتير يشتغل كتير، ولما ربنا يديه لقمه صغيره يحمد ربنا عليه. مش عاوز بقى احلى لبس، مشغول بقى لبس الصيف ولبس الشتاء، لبس الصيف ولبس الشتاء، ما مرناش غير كده، وفلانه جابت وفلانه جابت وعاوزين نجيب وعاوزين على طول على طول على طول. بئس الرجل انت، اكلها ما اشتهيت اشتريت، كل حاجه عايزها تشتهيها تجيبها. يعني بئس المراه انت، كلها ما اشتهيت اشتريتي، كل ما حاجه. يعني في ناس كده اعرفها عايشه في الدنيا دي، اه والله كل يوم نازلين يتفسحوا رايحين ايه نشتري حاجات وراجعين، رايحين نشتري حاجات كل يوم، كل شويه نازلين نشتري حاجات وراجعين، ونتفرج على ده ونتفرج على مش عارف ايه، خلاص فراغ. فالناس المترفين دول رايحين النار، وان صاموا وان صلوا. انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، كانوا يصرون على الذنب العظيم، وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. معقول نرجع تاني؟ يا بعد ما بقينا تراب هنرجع؟ امال خلقنا من نطفه من الاول وعملنا طفل وجنين وكذا، ما نقدر نرجعنا تاني؟ وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أو آباؤنا الأولون ولا أهالينا الأخرين يرجعوا؟ بقى اللي ماتوا بقالهم سنين طويلة يرجعوا؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. راجعين كلهم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. يا من تكذبوا هتخشوا النار وتأكلوا شجرة الزقوم. شجرة الزقوم دي والعياذ بالله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، رأسها أو طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كالمهل يغلي في البطون كغلي في الحميم، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، وإن لهم عليها لشوبا من حميم. حاجة كده يعني أوصاف. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. لما الواحد يجي يشرب حاجة مغلية كده، حميم حديد مصهور يشرب عليه،
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم والعياذ بالله شرب البهائم هذا نزلهم يوم الدين. هو في شرب بهائم وشرب بني ادمين؟ اه. البني ادم لما يجي يشرب يقوم يشرب الحاجه كده يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويشرب كده زي المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم ويشرب. المؤمن يشرب على 3 مرات بسم الله الرحمن الرحيم ويشرب، ده المؤمن. طب والفاجر يشرب ازاي؟ الفاجر يفتح بقه ويروح دالق زي ناس كده يمسكوا ازايز. وانا بقول لكم كده لو لقيت واحد ما بيشربش غير الكولا والشوكولاته والبيبسي والشيبسي اعرف ان ده فشل كلوي او سرطان، يمسك الازازه ويدلق. بتدلق فين حضرتك؟ او ده شرب البهائم، هذا شرب البهائم والعياذ بالله. يقول تعالى في سوره الواقعه: ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم الحديد المصفور فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين، يشربوا زي البهائم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب فينا العقل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. تعالوا نقول لكم كده على حاجه، مين اللي خلق الناس؟ ربنا. قال لهم طب بصوا كده: افرايتم ما تمنون، شفتوا السائل او النطفه؟ افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه؟ النطفه دي الميه دي تجيب راجل تجيب بني ادم؟ افرايتم ما تمنون النطفه اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ النطفه دي الميه دي تجيب بني ادم؟ الميه دي تجيب بني ادم؟ ها ما بين الحيض ما بين الحيض وما بين النطفه تجيب بني ادم؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ وبعد ما يكبر كده تموتوا، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين. حد يقدر يغير شريعه الله في الموت؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين، ومحدش يقدر يسبقنا، محدش يقدر يموت حد قبل ما ربنا يختم اجله. وما نحن مسبوقين، يعني انت كلنا عايزين نموت واحد، لو ربنا مش كاتب له يموت ولا لما تعمل ايه؟ لن تموت نفس الا باذن الله، لن تموت نفس الا في اجل محدد. وبعدين ربنا قدر بيننا الموت وبعدين ينشئ اجيال ثانيه على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. في ناس اجيال ثانيه، ناس بتموت وناس بتتولد، ناس تموت وناس تتولد. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ورينا لكم النشأة الأولى ازاي يبقى نطفة وجنين وبعدين يتولد وبعدين يعيش وبعدين يكبر وبعدين يموت، دي النشأة الأولى. النشأة الثانية هيمطر مطر فيه أرواح تنبت في الأرض تطلع بني آدمين، المرة دي بقى مفيش حمل ورضاعة أولاد، على طول نقطة طلع بني آدم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الواقعة: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ما أنتوا عارفين خلقناكم ازاي؟ اللي مستكتر على ربنا انه يبعثنا يوم القيامه يشوف خلقنا ازاي، يشوف البني ادم اتعمل ازاي. افرايتم ما تحرثون، بص على الزرع، بنجيب شويه حب نرميهم في الارض وعليهم شويه ميه، وبعدين الحبايه ده الصغيره ده اللي الحب يقعد في الشوال عامل زي الزلط، ها نحط الحب في الارض وعليه شويه ميه يطلع شجر ويطلع قمح ويطلع فواكه ويطلع خضروات. فربنا بيقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أو نحن الزارعون. تحط حباية تدي لك سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، تحط حبة ذرة تدي لك أكواس ذرة، تحط بذرة قطن تدي لك قطن، تحط حبة تدي لك آلاف الحبات. أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ مين اللي بيكبره؟ وجايب الأكل بتاعه منين؟ من الرملة والتراب؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو ربنا سبحانه وتعالى اراد الزرع الاخضر ده كله والثمار تنشف ويسقط الثمر. في ناس كتيره كان عندها مزارع سنتين ثلاثه مفيش برتقال، ايه يا جماعه؟ يقول لك الزهر ما بيحملش. يعني ايه؟ تعدي السنه ومفيش زهر مفيش ثمر. يعني ربنا اللي يقول للشجر طلع ثمر وما تطلعش، يقول لك الشجر ما بيحملش. ده في ناس بتشتري الجناين قبل ما تثمر، طب هو الثمر وقع. نفس الكلام في المشمش، يا جماعه سنتين ثلاثه فين المشمش؟ يقول لك ما بيحملش ما بيثمرش. عشان كده ربنا بيقول لك ايه؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، نقدر ما نطلعلكوش ثمر، هتعملوا ايه؟ زرعنا زرع وما طلعش، إيه ورينا تعمل ايه؟ زرعنا زرع وبذرنا بذور في ارض ملحه ما طلعتش ثمر وموتت البذر. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فعشان كده انا بقول لحضرتك بص، ادي البني ادم من نطفه علقه مضغه راجل يموت، شاطر اعمل زي البذر والنبات، حط بذره في الارض تطلع نبات، طب ربنا ممكن ما يطلعهاش. وهكذا ولسه
أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ المية اللي تشربها دي مين اللي نزلها لك من فوق من المزن من السحب وجراها وخدها لك؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم كان أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ مين نزله؟ ها؟ طب افرض ربنا جعله ملح بقى، لو نشاء جعلناه أجاجا، المية نازلة في الأنهار بقت ملح. ها؟ نحليها بقى، ما كنا حلينا نيها البحر أحسن. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.